نحن الآن أمام محطة زاباروجيا النووية التي باتت في قلب ساحة المعارك بين القوات الروسية وناظرتها الأوكرانية. سنأخذكم اليوم في جولة للتعرف على هذه المحطة والاطلاع على أهميتها وكيفية تشغيلها. المحطة النووية تقع في مدينة إنروهودار جنوب أوكرانيا وعلى بعد نحو 200 كيلومتر من إقليم دونباس. تبعد بنفس المسافة عن شبه جزيرة القرم الخاضعة لروسيا منذ عام 2014. وإذا عدنا إلى الوراء فقد بدأ مشروع إنشاء المحطة عام 1980. آنذاك شرعت شركة إنرجو أتوم الروسية في بناء مفاعل الوحدة الأولى. وبخطة زمنية مجدولة على مدار نحو 16 عاماً تم تشييد 6 مفاعلات للطاقة النووية بالمحطة. دعونا نتعرف الآن على كيفية تشغيل هذه الأجهزة. مفاعلات زاباروجيا تعمل بالماء الخفيف المضغوط ويولد كل منها 950 ميجاواتا من الكهرباء، وبالتالي يصل إجمالي ناتج الطاقة إلى 5700 ميجاوات، وهو ما يجعلها محطة الطاقة الأقوى في أوروبا. وفي الرابع من مارس الماضي سيطرت القوات الروسية على المحطة بعد قصف عنيف. محطة زاباروجيا تعد كذلك ثالث أكبر محطة نووية على مستوى العالم، وفي ظل التطورات الأخيرة أصبحت تشكل قنبلة موقوتة قد يؤدي المساس بها إلى تكرار سيناريو مفاعل تشيرنوبيل.